عائلي وصحبي أجمعين، تحية خالصة متعلقة بالودي والإخلاص والتضامن مع شريحة مهمة داخل مجتمعنا ألا هي الأطفال في وضعية صعبة. بالمناسبة لا يفوتني أن أشكر الحضور الكرام، بدءا من السيد المدير الإقليمي، ونتمنى له النجاح والتوفيق، ولن يكون له هذا إلا بمساعدتنا نحن كفاعلين جمعويين وحقوقيين، وكذلك جميع المتدخلين في الفعل التربوي التعليمي. كذلك أشكر حضور هامة وازنة سي أنور بوكيلي، مسؤول عن قسم أنشطة دامجة في الوزارة. أشكر كذلك ممثلة العمل الاجتماعي داخل العمالة، وأشكر كذلك كل الحاضرين من مدرسين وأطقم إدارية ومفتشين وفعالية المجتمع المدني وكذلك الإعلامي والحقوقي داخل هذه القاعة على صغرها، ولكن يعني تضم فئات وفعاليات فاعلة داخل الفعل والجسم الحقوقي والجمعوي. بطبيعة الحال أنا فقط باختصار شديد سأتحدث عن مركز فرصة الثانية الجيل الجديد الذي لنا فيه شراكة مع وزارة التربية الوطنية بشراكة كذلك مع منظمة اليونيسف، التي أشكر سي عبدولي المنسق الجهوي اليونيسف والذي قدم ويقدم دعما كبيرا معنويا وماديا داخل مراكز ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويهيئ وينظم اجتماعات وتدريب وتكوينات. أشكره شكرا جزيلا من هذا المكان على عمله الدؤوب المتواصل الذي يعمل بدون كلل، يعني ديدنه الوحيد هو العمل لمصلحة فئات من تلاميذ المنقطعين عن دراسة وكذلك أطفال في وضعية إعاقة. تجربتنا داخل مركز فرصة الثانية الجيل الجديد وبمجيء السيد المدير الإقليمي زارنا 3 مرات متتالية وقدم لنا شحنة قوية من أجل الفعل داخل فئة شريحة من التلاميذ المنقطعين، يعني داخل مدينة القصر الكبير. أتمنى أن يكون هنالك مركز آخر داخل الإقليم. السيد المدير يعمل العمل جاد في هذا المضمار، فئة شريحة من التلاميذ المنقطعين بطبيعة الحال، ولا يفوتني كذلك أن أعطيكم صورة واضحة عن المركز. فيه موجهة الأستاذة نفيسة حاضرة معنا داخل هذه القاعة، الأستاذ هشام وهو مدير مدرسة إعدادية طريق مزيان القصر الكبير، وعبد الله رئيس جمعية مستقبل التنمية الثقافية والاجتماعية صاحب المشروع بشراكة مع شركاء سالفين الدك، وكذلك أطر تربوية وإدارية تشتغل هي صباح مساء من أجل العمل على إنشاء مشروع كبير جدا يشتغل على 3 أقطاب: القطب التربوي والقطب المهني والقطب الشخصي. بمعنى الشخصي الذي نتحدث عنه هو هذا الشخصي المرتبط بالمجال النفسي السيكولوجي، يعني الذي يساعد على اندماج هذه الفئة من التلاميذ على داخل هذا الوسط المدرسي. وأصدقكم القول وأقول لكم بحرقة كبيرة لما استمعت إلى السي مصطفى وأعتبره مناضلا شرسا في هذا المجال قبلي وحضرت معه أكثر من مرة، وهو يجوب أطراف المغرب بكامله من أجل الدفاع عن هذه الشريحة. هذه سنة عندنا طفل، أقول طفل وطفلة، عصام وسكينة داخل المؤسسة اندمجوا اندماجا لا مثيل له. الآن تلميذ هو يتابع دراسته في تأهيل القطب المهني، الاستئناس المهني بشعبه اللي عندنا داخل المركز، هي شعبة الفندقة وشعبة صيانة المعلوميات بطبيعة الحال، البورتابل سي بورتابل فوتوكوبيوز إلى غير ذلك، وهو يشتغل في صيانة المعلوميات. تلميذ ذكي يشتغل مندمج عندنا داخل المركز، يعني مصاحبة نفسية واجتماعية تؤطرها الأستاذة نفيسة داخل المركز. وهذا التلميذ
خرج من مرحلة، لا أقول الإعاقة ولا أقول في وضعية صعبة، خرج من وضعية اجتماعية أو نفسية إلى وضعية أخرى إن انشرحنا لها وسينشرح لها المجتمع بكامله، بمعنى أنه وجد أساتذة يشتغلون بقتالية مراعين الظروف النفسية والاجتماعية لهذا الطفل وهذه الطفلة، كذلك مصاحبة نفسية التي تتبعت معه المراحل عبر خطوات نفسية اجتماعية حتى وصلت به إلى بر النجاة، إلى بر الفعل، تقبل الآخر، الاندماج داخل الوسط المدرسي بمكوناته سواء الفضاء أو القسم، وهو الآن يعمل داخل المؤسسة. البارحة كانت هنالك توزيع شواهد تقديرية حاضية باهتمام الأطر التربوية داخل المركز، ولقد زارنا السيد المدير الإقليمي ووقف على ما أقول، الله شهيد على ما أقول، وجاء عنده وتحدث معه السيد المدير الإقليمي الأب الحنون، ومن أحد الآن من ذلك النقاش يا سيد المدير الإقليمي قلت له أن هذا السيد المدير الإقليمي إلى الآن المدير الإقليمي والكل سيساعدك لكي أزرع في هذه الشحنة بالفعل. طبعا حتى ترجعوا بتاريخ الوراء في دقيقة أو دقيقتين، لما كنت مدرسا قبل أن أحال عن التقاعد كنا دائما ندعو إلى أن يكون المحلل النفسي، أن تكون المصاحبة الاجتماعية، أن تكون المصاحبة النفسية، لتعمل على خلق ومعرفة ظروف عدم إدماج هذه الشريحة في الوسط المدرسي. اليوم الحمد لله تحقق ذلك من خلال ربما الدفعة الأولى التي ستكون هذه السنة، كانت مباراة، وهذا هو النضال الحقيقي الذي يجب أن يكون لدينا كفاعلين جمعويين بهذا الإقليم. وسوف أقول لكم أصدقكم قول أننا وجدنا في السيد المدير الإقليمي الباب المفتوح للمساعدة، وكذلك هذا الرجل الذي يناضل صباح مساء من أجل العمل على الخروج بهذه الشريحة إلى المستقبل. تخيلوا معي أنهم أطفال منقطعون عن الدراسة، فقدوا الأمل وفقدوا اليأس، وهنا ربما ستكون نقطة التقاء مع السي مصطفى لما قال أو السي عبيد أنه لا بد من أن تكون فرصة ثانية لهذه الشريحة من أجل الإدماج الحقيقي لها في سوق الشغل أو في التدريس. وشكرا جزيلا.